أعتقد بأنه طالما الغرب يواصل دعم زلنسكي فإن زلنسكي ليس لديه أي دافع لإيقاف الحرب، وخاصة من حيث الشروط التي تقدمها الصين، لأنها لا تقدم أهداف إنهاء الحرب التي طلبها زلنسكي، وهي إزالة كافة القوات الروسية خارج حدود أوكرانيا وكذلك شبه جزيرة القرم. والصين لم تشمل هذا الشرط في مبادرة سلمهم، لذلك لا أعتقد بأنها ستقبل لا من قبل زلنسكي ولا من قبل الغرب. إذا من الممكن أن يكون وسيطا في هذه الحرب المستمرة بهذا الشكل؟ يعني لا يبدو أن هنالك طرفا وسيطا. لا حاجة إلى وسيط، إذا كان الطرفان لا زالا مستعدين للبقاء في هذه الحرب. ينبغي أن نصل إلى مرحلة إذا كان أحد الجانبين أو كلاهما غير قادر على أن يهزم الطرف الآخر، ولكن كلا الطرفين يعتقدان بأنهما يفوزان، ولا أحد يرغب في الذهاب إلى طاولة المفاوضات إذا كان يعتقد بأنه منتصر. بتقديرك إذن ما الذي يريده الرئيس الصيني من خلال هذه الزيارة المهمة للغاية؟ ما الذي يبحث عنه؟ أعتقد بأنه يبحث عن أهداف استراتيجية أعظم من مجرد إنهاء الحرب في أوكرانيا. بإمكاني القول بأن هذه الزيارة المهمة، الزيارة الأكثر أهمية ربما خلال الخمسة عقود الماضية، ولأن هنري كيسنجر قد تفاوض مع الدخول الكبير إلى الصين للولايات المتحدة، مع نيكسون كذلك، وهذا كان تحولا كبيرا في السياسة الخارجية. وقبل ذلك فإن الصين كانت متحالفة مع الاتحاد السوفيتي، والكثير من الناس وأنا أحدهم آمنوا بأن عندما تتحالف الصين مع الولايات المتحدة بملأ عن الاتحاد السوفيتي، فهذه كانت بداية النهاية للولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي. من الواضح بأن بوتين كما قال عدة مرات بأنه يعتقد بأن حل الولايات بأن حل الاتحاد السوفيتي كان هو الأذى والضرر الأكبر والكارثة الأكبر لروسيا خلال 300 عام الماضية. فإذا ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني بأن التحالف ما بين روسيا والصين والذي انتهى في 73 الآن يستأنف في عام 2023.